إذن كل الشرح اللي شرحناه لحد الآن على الريكتيفايرز كان uncontrolled rectifiers. uncontrolled rectifiers إيش الكومبوننت الأساسي اللي بنستخدمه فيها؟ دايل. إذن عادة في uncontrolled rectifiers بكون عندي بستخدم دايلز. إذا حولت محل كل دايل أو محل بعض الدايلز حطيت ثيرسترز بصير عندي controlled rectifier. فمثلاً ال one pulse rectifier اللي كان عندي موجود بتحول مثلاً إذا كان هون هذا inductive load صار عندي هون 1 pulse rectifier احتمال اني احتاج هون. ليش بحتاج هذا الدايود الان؟ الكرنت هون راح يعمل بيلدينج اب في هذا الجهاز، بعدين لما بطفي لازم الكرنت اللي موجود بده يعمل فري ويلينج، هذا بنسميه فري ويلينج. يسمح لاي كرنت موجود في الاندكتر انه يكمل يعمل تفريغ في هذا، ولاحظوا انه اتجاهه بهذا الاتجاه، يعني الكرنت كان ماشي عندي هون بعدين بفرغ هذا الكرنت في الدايود الموجود. اذا عندي 2 pulse rectifier بستخدم 4 thyristors، هذا هون صار fully controlled. هذا بنسميه fully fully controlled 2 pulse rectifier. استعملت الآن fully controlled 2 pulse rectifier، طبعا هون عندي نفس الشيء inductive load بهذا الشكل. إذا جينا الآن طلعنا على الـ waveform الموجودة هون، لو كان هذا uncontrolled بكون هذا هو الـ voltage، الـ output voltage في out as a function of time. لما يصير عندي fully control من وين راح اعمل الديلي؟ من الزيرو كروسنج. ناخذ من الزيرو كروسنج هون باخذ ديلي، عاده هاي الزاويه بنسميها الفا. لو كان اللود ريزيستيف راح يصير في عندي كمان نفس الديلي هون. هذا هون طبعا assumes resistive load. لو كان عندي load resistive راح يكون عندي هذا الشكل. طبعا الـ waveform اللي موجود. فغير ايش راح يتغير هلا الان معي؟ راح يتغير الـ average وراح يتغير الـ RMS تبع الـ output voltage، راح يتغير الـ average تبعه وراح يتغير الـ RMS بناء على قيمة الـ angle الفا اللي موجودة هون. هاي كمان نفس الشيء. الفا موجوده. اذا عندي طبعا هذا هون كان اندكتيف لود، لو كان هذا اللود اندكتيف لايت اندكتيف لو رسمنا الكرنت بالازرق الكرنت اللي راح يبقى يزيد هون. إذا اللود كان لايتلي اندكتيف راح يصير في عندي ديسكونتينيوس. لاحظوا هون ايش بيصير لما اعرض الاوتبوت لود للفولتج، الكرنت راح يبدا يزيد فجأة.
بجراجولي اه لاحظين الكرنت كيف بده يصير فجاه. ليش بده يزيد فجاه الكرنت؟ لانه هون عندي اندكتيف لود. بعدين عند النقطه هاي بده الكرنت لود ينزل مره ثانيه. الثيرستورز لسه كوندكتنج فراح يضل عندي اوتبوت فولتج لحد النقطه هاي. هذه الزاويه هون راح تكون الزاويه تبعت اللود اللي هي فاي. اذا فاي هي اللود انجل اللي هي فاي بتساوي ارك تان اوميجا ال هاي الزاوية عندي هون الفا اللي تأخرت الزاوية هون وهاي الزاوية عندي هون فاي اللي هي هذا. إذا أنت بتحصل القطعة هاي النيجاتيف اللي موجودة هون بس بأي حالة بس بحالة اندكتيف لود. لما يكون في عندي هون اندكتيف لود لما يكون عندي ريزيستيف لود شو بكون شكل الكرنت؟ لو كان عندي ريزيستيف لود راح يكون شكل الكرنت مش بالطبع شكل الفولتج. شفت؟ يعني هذا هون ريزيستيف هذا ريزيستيف هون هذا لايت اندكتور ماشي واضح.